قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن إن الشرطة قتلت برصاص متطرفا مسلحا أصاب 6 أشخاص بسكين. وأكدت أردرن أن المسلح كان معروفا لدى السلطات، وهو مواطن من سريلانكا يقيم في نيوزيلندا منذ 10 أعوام. استلهم أفكار تنظيم داعش الإرهابي وكان تحت مراقبة مستمرة، لافتة إلى أنه قتل في غضون 60 ثانية من بدء الهجوم في مدينة أوكلاند. ما حدث اليوم لا يوصف. قام متطرف بهجوم إرهابي في أوكلاند، والمهاجم مواطن سريلانكي وصل إلى نيوزيلندا في 2011. ما حدث أمر بغيض وكريه، لا علاقة له بالدين أو الثقافة أو العرق، إنما فرد محكوم بأيديولوجية لا يدعمها في بلادنا أي شخص أو مجتمع، فأفكاره وأيديولوجياته مستوحاة من تنظيم داعش الإرهابي. لكن العملية لم تأتي بإعازة التنظيم، إنما المعلومات الأولية تفيد بأنه ذئب منفرد، ولا زالت دوافع الهجوم غير معروفة.